انا مقتنع بيها جدا 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 بطريقه غير عاديه. يعني انا بشوفها، انا بحس دايما انك متحيز ليها جدا. انا بشوفها ان هي مجموعه حاجات في بعض. مدينه جميله جدا، اول مره تتعمل في مصر. يعني فكره قصه ان احنا نرتفع فوق جبل كده بحوالي 750 800 متر، ده اول مره تتعمل في مصر. تمام، يمكن موجوده في حته تانية في العالم، لكن اول مره تتعمل في مصر بالطريقه دي. كميه الهدوء النفسي وكميه الراحه النفسيه وكميه نقاء الجو والبعد عن التلوث يعني غير عادي. تمام، فانا بحبها عشان خاطر انا فعلا بروح هناك نفسيتي بتبقى بتتغير خالص. تمام، اما بالنسبه للناحيه الاستثماريه فانا شايف بعيني قد ايه الاستثمار كويس، قد ايه الاستثمار هناك عالي. لما باخد وحده تمام وبضمن ايجارها تمام وهستلم من سنه لسنه ونص طبعا على حسب المرحله اللي هختار فيها، او سنتين اقصى حاجه تمام، والفتره القسط كلها تمام بدفعها من الايجار، فده افضل استثمار. تمام، لان انا كمان الحاجه بتاعتي قيمتها بتزيد، وفي نفس كمان في نفس الوقت كمان بتطلع لي ايجار. الكلام ده في بداله واقع، الكلام ده حقيقي مش على المدى، صح كده؟ يعني حضرتك بتقول في مشروعات بنقول يعني ده قدام شويه هيحصل، لكن من بدايه ده طبيعي، ده طبيعي ان احنا نشوف اللي على المدى، لكن لكن في بداله الموضوع مختلف. في بداله الموضوع واقع وحقيقي نقدر يعني ملموس. مش انا حضرتك النهارده بتكلمني عن حاجتين، بتكلمني عن مباني وانشاءات بالفعل قربت تخلص، ان احنا خلال سنه في ناس هتستلم بالزبط. بتكلمني كمان ان اللي هيستلم طبعا الوحده بيتم تسليمها كامله التشطيبات، فالنهارده اللي بيستلم هيستفيد من الوحده النهارده. يعني انا لو بقسط على 6 سنين ولا 7 سنين، انا النهارده من اول يعني هقعد سنه ادفع القسط، والبقيه الاقساط تقريبا هاخد منها جزء بالظبط، جزء من كويس جدا من الايجار. بالظبط، هو ده الفكره كلها. تخيل، وكمان على فكره انت مش محتاج تعمل ده، احنا اللي هنعمله لك. يعني انت مش محتاج ان انت تبتدي تدور على مستاجر، لا احنا هنعمل لك دوت. وعلى فكره احنا بعنا وحدات اوريدي احنا متعاقدين عليها. انت حضرتك كشركه هتدور لي على مستاجر يجي ياجر عندي ويديني فلوس؟ انا عندي طلب، انا عندي طلب تمام، في مقابل ان انت اكيد هتستفيد. بالظبط، هاخد فيز على على الحاجه ديت، هاخد نسبه على الايجار، بيتخصم من الايجار. يعني مثلا سي مثلا انت بتاخد مثلا 1000 جنيه في الايجار، مثلا 10000 جنيه بيبقى في نسبه للشركه. حلو قوي. وبتحط لك فلوسك، سواء كنت بتحطها في القسط او سواء كنت انت بتستلمها. جميل جدا. من خلال مثلا تحويل بنكي. ايه المتاح في الانظمه دلوقتي في فيدالا، وايه المساحات المتاحه؟ انا عارفه الاقبال عليها كبير. أيوة. واكيد في مساحات خلصت برضو. ايوه، فايه المتاح دلوقتي؟ المتاح حاليا دلوقتي المساحات بتبتدي من 65 متر. 65 متر دي بتبقى غرفه وريسبشن كويس ومطبخ وحمام وتراس كبير. وهي مميزه، يعني هي كمان مميزه تمام، الفيو بتاعها مميز. بعد كده بنطلع اكبر شويه 95 متر. بعد كده بنطلع على 105 متر، بعد كده بنطلع على طبعا ده غرفتين، بعد كده بنطلع على 3 130 متر. تمام، ده بالنسبه للوحدات اللي هي الوحدات اللي هي طب انا عايز اخد حاجه اكبر، حاجه شبيهه بالفيلا او الدوبلكس، يعني حاجه كده. عندنا في عندنا نوعين هناك، عندنا حاجه اسمها توين وتاون، عندنا حاجه اللي هي الفيلا اللي بتبقى 275 متر، بتبقى عباره عن اتاتش، مجموعه فيلا لازقه ببعض كده. وعندنا كمان التوينز اللي هم بيبقوا اثنين، بيبقى 375 متر. طبعا ده غير الحديقه وغير الروف جاردن. كل الحاجات دي اصلا بتبقى دبل فيس كفيو، وفي نفس الوقت كمان هي بتبقى كامله التشطيب. الصغير والكبير واللي ورا واللي قدام كله مميز. يعني احنا يعني افتكر ان المرات اللي جينا فيها شفنا المشروع، كان لسه برضو الدنيا ما اتضحتش قوي، لكن كان واضح طريقه المصاطب. فدي هتخلي كله ما فيش يعني وحده مظلومه عن وحده. هو فعلا في فكره العلو ده، المصاطب ديت زي ما انت حضرتك بتقولي، بس الموضوع كمان اعلى من كده. الموضوع يا جماعه احنا بنعمل عمل فني. يعني احنا بنبني على 18% يعني او 17 قصور، بس نقول 18% من المساحه الاجماليه، الباقي كله ده عمل فني احنا شغالين فيه. يعني مثلا احنا شغالين على جبل كبير جدا تمام، ارتفاعه 40 متر تمام. ده بس بنشغالين فيه، بنعمل حاجه اسمها غابه تمام، غابه صناعيه. ازاي بندرج الجبل وازاي بنعمل فيها غابه، ازاي بتبقى اماكن ان انا اقدر اقعد فيها للاسترخاء واشوف الطبيعه. في نفس الوقت كمان في بعض الحيوانات الاليفه اللي هتبقى موجوده في الغابه. مش بس كده، كمان بعض الزهور النادره، ازاي بقدر اخاطب الطبيعه، اخاطبها نفسيا وروحيا. طب ايه موضوع البحيره الصناعيه ده؟ ده مكان تاني خالص، في زي بحر صناعي تمام. ده مساحه كبيره جدا
تمام، زي بالظبط فكره ان انا النهارده ان انا ارتفاع 750 او 800 متر تقريبا من سطح البحر، ده بيخلي جو غير عادي. تخيل بقى كمان عندك بحر صناعي كمان فوق، انت تقدر تنزل للبحر من خلال التليفريك او بتنزل كمان من خلال الاتوبيسات الخاصه بمشروع فداله، تبقى فري.